في يا جمال ايه؟ مالهم بيت العيال الصياع دول؟ اللي جابك هنا انت هو يا كوريا؟ الحيوانات دول دخلوا بيقولوا لي كلام سافل وقليل الادب. نعم نعم نعم، بتقول ايه يا حيلتها؟ هو قياد انت هو الشيطان يعمل معاك الغلط ده؟ انتوا وعد ابوكم هباب دي الرجاله لا انت هو تخشوا محل الناس تسرقوهم. بس انا ما كنتش اعرف انها تخصك يا اسطى كوريا. نعم يا حبيب امك، ما تعرفش انت هتعرنبني وانتوا وراكم حاجه طول النهار اللي هتسجعها والمرازيف خليلها في الحاره، ما تعرفش ازاي؟ بقول لك يا اسطى كوريا، احنا هنكبر لابراهيم وللراجل اللي معاكي وهنخلع من هنا، وكلمتين ابرك من جورنان. قال لك ما كناش نعرف، يبقى ما كناش نعرف. احنا كنا فاكرينها ورق جديد من بره المنطقه يعني. وعامه حاك علينا يا ست الخضرة الشريفة، احنا كنا فاكرينه محل جلاليب رجالي، ولا عايزين نتهبب ولا نتدلع. سلام يا عم. سلام عم وداد. سلام عم النسا. شايفة قلة القيمة اللي جبتها لنفسك بالمشخلة؟ ثم تعالي هنا، ما تنشفي كده يا اختي، ما اللي يدوسك على طرف ضيق بايدك في كرش وطلع المصارين. هو انت ايه جاية من ايه؟ ما طلعتش مصارين حد قبل كده؟ ما طلعتش. الو؟ ايوه يا بابا. عامل ايه؟ اعمل ايه يعني؟ اديني متنايل قاعد اهو. انت ما بتبعتيش فلوس ليه؟ هو احنا مش اهلك وناسك ولينا حق في النصبايا اللي انت عملتيها مع الواد الزباله ده؟ ما انا بكلمك عشان كده. انا حولت لك الفلوس، هتروح تستلمهم بالبطاقه بتاعتك بس. بس ما تقطعيش يومين والتاني وتشخشخي جيبك. اخواتك مصاريفهم كتير. اوعي تجيبي سيره لامك لا تاخد الفلوس زي كل مره وتطيرهم. حاضر يا بابا حاضر. بقول لك ايه، هو انت اتجوزت الواد ده ولا لسه عايشه معاه في الحرام؟ لا يا بابا لسه ما اتجوزناش. خلاص ما دام في الحرام يبقى نحل وبره وكله بحسابه. ما تخلوش يمسك الا لما العداد يعد، لازم يعد ويبرز. انا برضه ابوكي واخاف على مصلحتك. طيب يا بابا اوكي يلا سلام. عامله ايه يا هاجر؟ والنبي ليكي وحش. ازيك يا كوريا؟ عامله ايه؟ وحشاني وحشاني قوي يا منى بواد، اصل حاسه البيت وحشه قوي. معلش يا اختي. عارفه عارفه. سكا جالي وعرفني على كوريا عشان نيجي هنا ونكلم اخوكي ويطلعك من اللي انت فيه. لو النبي بلاش، ده انا ما صدقت انه بقى بينام، ده ما بينامش من يومها. وبعدين بصراحه بقى انا ضميري مأنبني من اللي انا عملته فيه، ومش هسامح نفسي ابدا. وخليني بقى مستحمله قعده البيت دي لحد ما يبقى يجي لي نصيبي واتجوز. وانت هتقدري تتجوزي حد غير سكا هاجر؟ حضرتك بتشتغل فين بقى يا استاذ فواز؟ انا بقطع تذاكر في مستشفى بوريش. اها ما شاء الله، ده العيله كده كلها في وزاره الصحه. وعلى كده ليك مين بقى في بطن البقره كنت جاي له ليله الفرح؟ واحد معرفه كده تبع العريس. وكان نصيبي الاسود اروح عشان الاقي اختي واقفه ماسكه اي شاب هناك. شوف يا استاذ فواز، انت ما تعرفنيش بس اسال عليا معرفتك ده اللي في بطن البقره. قول له مين هي اللي استقرى الكوافير؟ هقول لك مجدع وبميت راجل. لا اعرف العوى ولا ليا في الشمال. انا من قيمه حبه كده خطيبي دخل المستشفى، كان عامل حادثه يعني، وكانت بتشتغل فيها المحروسه اختك، وانا كنت معاه. الصراحه بسم الله ما شاء الله، ادب واخلاق وبتاعه شغل، شغيله شغل شغل يعني، طول النهار راحه جايه راحه جايه، اللي يشوفها كده يقول مديره المستشفى. انا الصراحه مني ما حبيتها وبقت صاحبتي كده اهو. خدها مني كلمه، اختك دي اشرف من الشرف وبميت راجل بشنبها. بس احنا برضك يعني كلنا في النهايه بشر، اكيد بنغلط يعني، اعتبرها بكعبله. ده متكعبله مش بموت. والست دي زميلتها في المستشفى جايه تقول لها ان فاضل لها شهر وتتثبت في الشغلان، واختك بتحب شغلها
حرام عليك اما تحرمها منه يعني عشان غلطه مش هتتكرر تاني ولا ايه يا هاجر؟ اللي اخويا هيحكم بيه انا راضيه بيه، هو مربيني وعارف. للاسف ما عرفتش اربي، كنت فاكر ان انا مربي راجل ممكن اتسند عليه لما اقع، لكن الضلع لا وجعوك تيجي تعدله ينكسر. تربيتك في محلها يا اخويا، اختك ما غلطتش ولا هتغلط، وبعدين احنا مش حمل قطع الشغل ده، احنا بنحط القرش على القرش عشان يمشينا. انا مش هقطع يا هاجر عشان اقول هم مصاريفك. قطع لساني لو قلت كده، والله ما اقصد، ربنا يخليك لنا وما يحرمنا منك ابدا. يا استاذ فواز، حضرتك راجل متعلم وقاري، نزل اختك شغلها من تاني واشرط عليها باللي انت عاوزه. انا عمري ما اتعودت اشرط على اختي، طول عمرها عارفه اولها من اخرها كويس. النبي يا استاذ فواز، وما ليك عليا حلفان، اختك دي ما فيش زيها، ما تخافش احنا كلنا معاها وحواليها. اسمعها منها هي انها مش هتشوف الواد ده تاني ابدا. حاضر حاضر يا اخويا. خلاص يا سندس خلاص. في حاجه عجبتك دينا؟ اخسى عليكي، مش بتسالي عليا ليه؟ ما انا جيت اهو عشان اطمن عليكي. انا ماشي الحال كويسه، واول مره كمان اتفرج على المحل، ذوقك باين فيه بس خساره في المنطقه دي. انت بتقولي ايه؟ هو انا لو في ظروف تانية كنت هفكر افتح محل زي ده اصلا. المهم اسمعي يا لحسن، انا لازم امشي بسرعه لحسن محمد شايط وبيتخانق بقى معايا في كل حاجه. اسمعي انا مش عايزاكي تقلقي من اللي هقوله ده، نادر ساب القضيه وخلاص مش عايز يكملها، بس انكل بيطالب بعتني عشان اقول لك حابه توكلي مين غيره. سابها يعني ايه؟ سابها ازاي؟ هي لعبه؟ دي حياتي ومستقبلي. انا مش فاهمه ايه اللي بيحصل، انا ربنا بيعاقبني على ايه؟ ليه كل الناس عماله تتخلى عني؟ في ايه يا دينا؟ بس معلش يا غايتي، كل ده هيعدي صدقيني، احنا دلوقتي قدام امر واقع ولازم تفكري حابه توكلي محامي مين غيره. انا مش عايزه قوي محامين، خلاص ان شاء الله يحكموا عليا بالاعدام. بس انا مش قادره افهم اللي يخلي نادر يبيعني. الواحد طول عمره يسمع عن الاكل والشرب الدريفري، اول مره يسمع عن المحاضر الدريفري، دي جديدة ما شفناهاش غير على ايد الست جمالات والست كوريا. كوريا ما تهدم قال يا نونة والله، تخلينا نخلص من ام الفيلم الحمضان اللي ريحته ضرب في الحتة دي. انا ما عجبناش، لا انا مركب دبورة ولا ساحب امين شرطة في ايدي وداخل، حتى الجزار هيجي جنب الامن والامان. لحد ما اخرج من هنا لو سمعت صوتك انت ولا مراتك انا هاخدكم معايا وانا نازل، عشان بعد كده لما يبقى لكم جيران محترمين تعرفوا تتعاملوا معاهم بادب ازاي. فين الفلوس يا نسا كوريا؟ نورتنا يا باشا، نورتنا وتعبينك معانا والله. مفيش لا تعب ولا حاجه، مش بيقولوا برضه الشرطه في خدمه الشعب؟ بس ده المحترمين بس، لكن اللي ما يحترمش نفسه ياخد على دماغه وبالقانون. ايوه كده يا حضره الضابط يا حلو انت. ايوه بالنبي شوف الجماعه المقرفين دول، ده كل قرف اللي يقرفكم. خد عد فلوسك. ملوش لازمه. كمل يا ابن المحضر. هذا وقد استلم صاحب البيت من الآنسة كوريا عبد العاطي المبلغ اللازم للتنكيس وقيمته 10,000 جنيه وفقا لتقدير الخبراء المختصين، وتعهد صاحب البيت بعدم التعرض للشاكين بأي تصرف قولا أو فعلا واللي عرض نفسه للمساءلة القانونية. تمام الفلوس؟ تمام تمام. بتمضي ولا بتبصم؟ ابصم ده ايه؟ انا متعلم. انا معايا خير. طب اختم يا اخويا. ناس مش فوق فيها خلقة عايشة ومرتاحة، وفيها ناس مش فوق وانا ماشي بتمرجح فيها. We'll be right back.
ايدي. الدنيا لما بتدينا بنفرح. الو ايوه هايدي. ليه كده يا نادر؟ ممكن تفهمني انت بعتني ليه؟ هايدي انا ما بعتكيش هايدي. انا تعبان جدا، انا ضايع، مش عايز اضيعك معايا. انا فعلا اتلككت عشان انسحب من قضيه، بس ده عشان مصلحتك انت مش عشاني انا. هايدي بجد انا مش هقدر افيدك دلوقتي، احسن لك تشوفي لك محامي تاني. انا مستعد اكلم لك واحد صاحبي ممتاز لو عايزه. لا 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 متشكره قوي، كتر خيرك. انا خلاص هسلم نفسي، هي كده بقت واضحه خلاص. هو ايه اللي واضح يا هايدي؟ انا ما عملتش حاجه. انت كنت شريك مروان ونجوان في كل اللي هم عملوه، انت اللي عملت كل الاجراءات القانونيه المضروبه عشان ياخدوا القرض ويهربوا. هم سافروا وانت كل اللي كنت بتعمله انك كنت بتعطل اي اجراء ضدهم وتفضل تخدعني لحد ما يظبطوا امورهم، وبعد كده هتقسم الفلوس معاهم. انت اكيد ضامن فلوسك، بس مروان عشان واحد ندل وحقير ضحك عليك وخد منك نجوان، واكيد ده اللي وجعك قوي. نادر انا طيبه صحيح، بس انا مش حماره وعبيطه. عيب عليك قوي اللي انت عملته ده، عيب. هايدي الو. ايوه يا هايدي. الو انت مين وعايز ايه؟ انا واحد مش مهم انا مين، المهم معايا ايه. عايز ايه يعني انت مين؟ انا معايا ورق مستقبلك كله واقف عليه. ورق ايه ده بقى ان شاء الله؟ 5 مليون دولار. نعم يا حبيبي 5 مليون دولار، وانا ادي لك الورق اللي معايا. مجنون يا عم، صلى على النبي. من الآخر كده هايدي هي رئيسة العصابة، وأنا متأكد إنها مش في مصر أصلا، وهتلاقيها مدورها من بره. وبعدين أنت مش بتقول إن الواد المحامي ده مقضيها صرف وسكري ونسوان؟ يبقى خلاص يا معلم، الفلوس اتقسمت والواد ده خد ربع محترم من الفرخ، ولو نفضته هينزل الفلوس اللي معاه، ولو أبوها شريك معاهم هيقع هو كمان. توقع مين يا ابني؟ بقولك محامي صايع، مش حد وكله وخد يوم حبس، هوقعه ازاي بس؟ لا يا راجل. وانت دورك ايه بقى ان شاء الله؟ ما تفكر يا عم، هي قضيتي ولا قضيتك؟ ولا عايزني بقى اروح اوقعهولك واقبضلك عليه كمان؟ هو انا طلبت منك توقع لي حاجه؟ قول لي انت عامل ايه مع الموزة البلدي اللي موقعاك؟ صعبه صعبه وتقيله قوي، مش لاقي لها دخله بصراحه. بقى حاسس ان شكلي بقى بايخ قوي، وانا عمال اتحجج كده وانط لها كل شويه. الناس في المنطقه يقولوا عليا ايه؟ ليه جو المراهقين ده يا ابني؟ انت رئيس مباحث اكبر اسم فيك يا مصر، ودي حته بنت بلدي، خش فيها وظبطها وش. طبعا قول لها تعالي نخرج. لا يبقى شكرا، هي الخسرانه، ويبقى انت وفرت وقت ووجع قلب. اصل انا حاسس انها جايبه معايا بس على مهلها يعني، فمش عايز بقى ادخل بغش ما بوظ كل حاجه. استني كده الاقي لها دخله حلوه. ده انت قديم وابيض واسود قوي. ماشي يا عم جديد، ورينا بقى هتوقع هايدي ازاي، وانا حوريك القديم هيوقع جمالات ازاي. استني استني خبالك، واحده واحده. ده انت فظيعه فظيعه. ايه الحلاوه دي؟ انتوا بتاكلوا ايه؟ بتاكلوا ايه؟ هتبقوا سيبت. لا يا حته مارونجي لاسي والاسم شوكولاتة، شوكولاتة الناتة كمان ناتة، ماسكة في ايديا ليه يا بطة؟ تا 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 ناتة كمان ناتة. عادي عادي اتغذي، انا اللي عايز اتغذى. ايه ده؟ وده وقته؟ ده وقته بيضرب في اوقات مش حلوه. سوري يا حبيبي. الو صباح الخير يا بابي. اهلا يا روح بابا، صباح القشطه صباح النور، وحشتي بابا. ما تجيبي بوسه. لا 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 مش انت يا روحي، اطمنيني بس، عامله ايه؟ زفت يا بابي زي الزفت، كل يوم مستنيه كارثه جديده ومصيبه جديده وحد جديد ياذيني ويبيعني، وانتوا كل واحد فيكم عايش حياته محدش سائل فيها. ايه يا حبيبتي، في مشاكل تاني في الحاره؟ نادر يا بابي، ازاي يكون كل ده بيضحك علينا ومتفق مع مروان ونجوان ومحدش فينا حاسس؟ نادر؟
نو 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 لا يمكن يا حبيبتي. لا نادر لا لا يا ولية اسكت. لا سوري يا حبيبتي. لا نادر لا لا ابدا انا اثق فيه جدا. لا ده ولد محامي ممتاز. لا لا انا لا يمكن يخوني او يخونك. انا هكلمه ها واخليه يرجع تاني ويمسك القضيه. طمني يا روح بابي. خلاص حط ثقتك فيا وفي نادر. اوكي طيب يا بابي ماشي اللي تشوف. باي. انا البس اهو. يلا خرجيني بقى. حاضر يا سندس. انا عايزه اروح السيم. حاضر قلت لك حاضر. طب خليني حتى اروح السيده زينب. انا عايزه ازور السيده. ايه سندس مال؟ طب خرجين انت. انا مش بتاعه الخروج. دي بتاعه الخروج اهي. ايه ده انت لسه ما لبستيش؟ مش تفتحي النهارده ولا ايه؟ مش هنزل ماليش نفس. ايه اللي مالكيش نفس ده؟ انا بعزم عليكي بسندوتش مربى. انا عايزه سندوتش مربى. حاضر يا خالتي هجيب لك. حاضر. هم العيال نسر وهدان دول اللي قدروكي صح؟ بقول لك يا جولي بطلي دلع ونزلي شوفي اكل عيش. ولا انت منك بقى يعني عشان دفعتي الايجار مقدم هتقعدي لنا زي البروطه؟ انت عايزه مني ايه؟ انا مش طايقه نفسي ومش عايزه اتكلم مع حد. الحق عليا اني بقوي عظمك يا بنت. هم اول عيلين هيضايقوك هتقعدي لنا في البيت. بقول لك ايه؟ انت نزلتي الشارع والشارع مش عايز شغل بابي ومامي ده خالص. الشغل عايز كلبه مسعوره بتهبش بسنانها كده اهو. اه يعني زيك كده. نعم يا عمر زيي. اه يا اختي زيي. يا ريتك يا حبيبتي تعرفي تبقي زيي. ده انت لو وقفتي على ودانك كده وما تعرفيش تبقي زيي دي مربطه وشع سنين لما الواحد مبقاش عارف لو جتته من تراب الشارع. اسره انا هعلمك تتعاملي مع الاشكال دي ازاي. مش عشان سويت عيونك لا عشان بس ما خلفتكيش ونسيتك عشان اقعد احوش عنك كل يوم. ماشي تعنيك يا سودة. انا رجعت لكم تاني اهو هطلع عيني اللي مش هيشتغل. ايه ده مالك يا منجوان في ايه؟ ولا حاجه يا بنتي. بس انا ظهري نقح عليا من التوطيع. انا هكمل اهو. طب ما تخشي تريحي في اوضتي شويه او غيري هدومك وروحي. لا ولا ايه بعدين اليوم يتخصم لي. انا كويس يا بنتي. ماشي. طب انا هروح اشوف الحاله اللي في 306 وهرجع لك تاني. صباح الخير يا ابو هاجر. صباح الخير يا سيد. ايه سيد ديت ما تخليها سوكه كده. عايز ايه سوكه؟ جاي اقول لك الحمد لله على السلامه ونورت المستشفى. انا كنت مدغش عليكي يا ابله. انت وحشتيني على فكره من يوميها والله العظيم ثلاثه وانا عارفه انام ولا عارفه اكل لغايه ما كوره قالت لي انت نزلت الشغل. الحمد لله على السلامه يا ابله. هو انت ساكته ليه يا ابله؟ وانا عملت حاجه لا سمح الله؟ بعد اذنك يا سوكه انا عندي شغل. طب الحمد لله على السلامه. انا هنزل استناك قدام المستشفى عشان عايزك كده في موضوع. وتستناني ليه؟ عايز اقول لك كلمتين يعني ابله بس بصراحه مش عارف اتكلم معاك هنا في المستشفى. بص يا سوكه احنا ما عادش بينا كلام يتقال وكفايه قوي اللي حصل. احنا ناس على قد حالنا ومحتاجين القرشين اللي اهلي مخرجيني من البيت علشان اجيبهم. واخويا فواز شغال في مستشفى قريبه من هنا وما عارفه كتير قوي. ورئيستي في الشغل قرشة ملحتي وميت مين هيتمنى يروح يقول له ان احنا بنتقابل. بقول لك يا ابله انا مش عايش مالي ولا ماشي كده لا سمح الله. انا بحبك عارف اني بحبك ولا الفقير يعني ما ينفعش يحب. بس هو بس الحاله مش متيسره. أول ما تيسر إن شاء الله أروح لأخوكي ولا عايز أتجوز هاجر قبل هاجر ونخلف وربنا يكرمنا. بص يا سوكا ربنا يعلم أنت عندي إيه. بس أنا ما وعدتش على أبويا وأمي وأخويا فواز هو كل دنيتي. وأنا وعدت إن أنا ما أكلمكش تاني وكلمتي ب 100 راجل. هو علمني كده. قوم نجوان قوم نجوان شيل معايا يا سوكا شيل معايا. شوفي الحرمة الحرمة اللي على حق ربنا اللي من بطن البقرة ولا فم الخليج ولا السيدة بتبقى ست حاجة كده غير اللي انت عاملها دي خالص. احسن تفتكري يعني كمنك حطيتي عباية سودة على جتتك بقيتي واحدة مننا ولا حاجة. وانا ابقى واحدة منكم ليه؟ هو انا هكمل باقي حياتي هنا انا شوية وماشية ومش عايزة خالص ابقى بيئة وبلدي بالمنظر المقرف بتاعك ده. يا اختي صلي على النبي كده وانت عاملة زي الرقصة على السلم. لا انت محصلة بنت زواج ولا عارفة تبقي بنت بلد. ماشي وابقى بنت بلد ازاي بقى يا بروفيسورة؟ ايوه كده. ركزي بقى معايا وفتحي لي مخك النور ده. اتفضلي. شوفي اول حاجه هاتي اصبع الرشدة. الروج يعني؟ ايوه هاتي اهو. بص اما تيجي تحط احمر
ما تلحسيهوش كده زي ما بتعملي كأنك بتقطعي من جلدك ولا خايفة على الصوبة. لا ادهني بزمك كده عشان الأحمر يبان في سحنتك. أوريكي ازاي. استنى شوف. ها ايه رأيك؟ ايه القرف اللي انت بتعمليه ده؟ قرف ايه يا اختي؟ اختي صلي على النبي وبطلي تناكة. خلينا اخلص ولا ما كملش الدرس؟ مش خلاص تعالي تعالي بتسلى يلا. ايوه كده. بص شايف البودرة دي؟ دي ما تسيبك منها خالص. دي اختراع فاشل ملوش لازمة. الكلام ده بيجيبش همه. هو نفس الصوبة. تلياتي كده وشك منه يمين وشمال وتقومي عاملة كده اهو. يوم الاحمر يبان في سحنتك. تلياتي؟ ايوه تدهني يعني. بص هوريك ازاي برضه. ها ايه رأيك؟ انت مالك ومال الميك اب؟ انت اللي زيك يحط ميك اب ليه؟ اللي مالي ومال الميك اب ده؟ ده انا مرضش حريم الحاره كلها. ياكش بس انا اللي بكيفي ماليش في المرقعه. قصره هاتي ده. هاتي ده هتبوظيه. اما تيجي تحطي كحله ولا الاينر تتقليه عشان ترسمي عينك كده وتبقى عامله زي عين البقره. ماشي بقره. ولو عرفتي تضربي شعرك اكسجين اضربيه بينور الشعر كده ويخليك ولا اللي جايه من تركيا. اكسجين ليه؟ ده بيحرق الشعر. بحط هايلايت وخلاص. ايه بقولك ايه اللي بقوله تعمليه؟ يلا كملي خلصيني. اما تيجي بقى تتكلمي املي حنكك كده بالكلام عشان اللي قدامك يسمعك ويهيبك. انا مش فاهمه ولا كلمه من اللي انت بتقولي. ايه حنكك ويهيبك ويسيبك؟ بيتك بقك يعني. يعني ريحي الكلام في بقك وتفتحي شفاتيرك كده. ما تقفليش بقك كده وتدمي كانك محزوقه زي ما بتعملي كده. بصي طب انا هفهمك. يلا قولي كده. اختي اختي اشوف. لا ما ينفعش كده اهو. تقولي اختي. قولي منطقتي كده. منطقتي. لا شوف برضك. لا ما ينفع. قولي منطقتي. منطقتي. ايوه بنت جدع. ايوه كده. بصي بقى لو حد زود معاكي بالكلام هبي فيش زي وابور الجاي. قولي له ايه عشان يخاف منك. مش عايزه اتعلم الزفت ده. انا مش عايزه الزفت ده. هاتي غيره. هاتي غيره. ايه ده؟ طب انا مش مكمله الدرس. خلاص بقول لك تعالي خلصيني يلا. ماشي. اما تروحي بقى للخياطه تاخدي لها العبايات كلها تاخدهم لك كده سمكتين من الظهر يقوموا يتجقوا. ثم ما تنزلي الشارع تبقي حرمه كده فارده ظهرك كده وجسمك مرسوم. تقوم ساعتها ايه بقى؟ الرجاله كلها هتترمى عليك وانت ولا تعبريهم ولا تديهم ريق. نظام ايه؟ شوق ولا تدوق. ها ولو بس حد زود معاك عن بص بصه بس تقوم واخده شبكك من رجلك على ايدك كده على طول. الرجاله ماتوا في الحرب مفيش حاجه هتحميك الا الدراع. انا مش عايزه اتعلم حركه الشبشب دي خالص بقى. لا مفيش حاجه اسمها كده هتتعلمي. خد شبشب. لا ما مش عايزه ده. امسك يا بنت. بعرف مش عايزه امسكه. يا اختي استعملي شبشبك وريني. استني استني هاتي ايدي. ليه اجيب ايدي؟ خلاص اعمليها لوحدك. مش هعرف اعملها. استني انجازي. يلا انت ايه هو ده؟ انت هتتكفي على وشك. انا خلاص مش عايزه ابقى بيئه وبلدي وكل حاجه. مش عايزه اتعلم خلاص. طب انا حقق عليا. انا بروح في حس بقى ليه بقى لي ساعه. ما تولعي. يا دكتور. فلوس ايه؟ فلوس ايه؟ فلوس الورق اللي قلت لك عليه 5 مليون دولار. انا معيش المبلغ ده ومش عايز الورق اللي معاك. الورق اللي معايا يهمك ويهم ناس حبايبك قوي. دي مساله حياه او موت ليك والناس كتير. واللي انا طالبه ولا حاجه جنب اللي معايا. اول حاجه تقولي الورق ده فيه ايه ولو انا مهتم بيه لازم تديني شوية وقت عشان جمع لك المبلغ اللي انت شايف ايه. اول هام تديني 100,000 جنيه عشان اقول لك الورق ده فيه ايه. ماشي قولي ازاي وامتى. احدد لك المكان والزمان وابلغك بيهم يا دكتورة. ادخل. نادر. يا نادر ايه اللي انت عامله ده؟ ابو طالب بيه والبشمهندس طارق عايزينك. قلت لهم ان انت نايم قالوا لي لا ندخله. دخليه. ادخله هنا؟
ايوه هنا، ايوه هنا. الله، وانا غريب ولا ايه؟ طيب عايز حاجة؟ شكرا. عن اذنكم. اتفضلي. شوف بقى نادر، انا اذا كنت انت عاوز تدمر حياتك انت حر، انها ما اسمح لكش انك تدمر حياة بنتي هايدي. واحنا مش خلصنا كلام في الموضوع ده قبل كده ولا ايه؟ وانا مش قلت لك مش هكمل في القضية دي؟ انت بتضحك عليا ولا بتضحك على نفسك؟ رحنا المحامي تاني، المدام هربانة ومطلوبة، ما ينفعش توكل محامي تاني. بعدين احنا ما نعرفش حد غيرك، وهي كمان ما تعرفش اي محامي تاني. بعدين ما يصحش انك تتخلى عننا في لحظة زي دي بالبساطة دي. اسمع بقى نادر، انت قاعد بتتدلع واحنا صبرنا عليك كتير، واحنا مش نايمين على ودننا، احنا صحصحين قوي. وبعدين سكت، انت محامي وبتفهم في القانون، فانا مهندس وبفهم في المعادلات والمقدمات والنتائج، ووضعك ده مش مريح بالنسبة لي، وانا عمري ما استريحت لك. خلاص خلاص يا نادر. خلاص ايه يا عم، ده عبي حاشش. يعني انت دلوقتي هتكمل القضية ولا هتسيب هايدي تتحبس؟ انا عايز اقول لكم على حاجتين مهمين. هايدي مش هتتحبس، طول ما هي هربانة مش هتتحبس، الا بقى اذا سلمت نفسها او اتقبض عليها. تاني حاجة والاهم، انا كمحامي بقول لك، انت لو جبت لها ساحر مش بس محامي، برضو القضية لبساها لبساها، ومفيش اي مخرج قانوني. احنا نجيب ساحر منين بقى؟ احنا يعني هتكمل القضية ولا لا؟ لا، قلت لك يا عمي ما تضيعش وقت معاه، هايدي كان معاها حق. اسمع يا نادر، اعتبر الحرب بقت بيني وبينك، وانت ما تعرفش طارق السنهوري لما بيحارب. بقول لك يا طارق سنهوري، ايه؟ ما تاخد نفس تهدي نفسك بشويه. مش كده يا اختي، المرايات كلها مجيره، النسوان بتشوف نفسها في المرايه تبقى عايز تضرب روحها بالجزمه، بتوحشهم اكتر ما هم وحشين. بقول لك ايه، بيروح الراجل بتاع الكريمات وليه الكريم ده خلص، عايزين منه تاني. اوعي تنسى. كمل. صباح الفل. اهلا. لسه فاكر؟ لسه فاكر قلبي يدي. اخلص يا هيمه، عاوز ايه؟ عاوز احلق. نعم يا اخويا، ما تروح تحلق، غلطان في العنوان يا حبيبي، هنا حلاق حريم يا سيد الرجاله. ما هو كله شعر يا كوريا، وكمان حاسك هتحلقي لي احسن من اي راجل. اخلص يا هيمه، هتطفش النسوان اكتر ما يطفشان. يعني تقولي اي واحده دلوقتي لو دخلت انت بحلق للراجل؟ قولي لهم خطيبي وبحلق له، وانا غريب؟ اطلعي بره يا شيماء وردي الباب وراك، ما تدخليش حد. حاضر. تبطل تدلع بقى وتقول عاوز ايه. وايه المشكله لما تدلع عليكي؟ انا عاوز حلاقه حلوه كده عشان لما امشي جنبك ابقى احلى منك، والبنات تقعد تبصبصي. وتمشي جنبي ليه ان شاء الله؟ انت لسه قافشه ولا ايه؟ شوف يا هيمه، انت طول عمر دبلتك في ايدي ولا بحس بيها، كانها حته من لحمي بالظبط. بس البراتي بقى من ساعه ما لبستها وانا حاسه ان صباعي وجعني يا ابراهيم. عشان قلعتيها يا كوريا، كبدكي ما يتقلعلوش دبله. ده انا كبداك يا بت اللي ساب 40 مليون حرمه في مصر وحبك انت. تقسيش عليا يا كوريا عشان قلبك ما يوجعكيش. وجعني يا هيم، وجعني عشان بقتش عارفه اريحه من ناحيتك، ما عدتش مامنه لك، مش مطمنه لك كده، حاسه ان في اي وقت هتجيب سكينه تلمى وتغزها في قلبي. انا عمري ما حد ملا عيني غيرك يا كوريا، حتى نوال. نوال دي انا ما خدتش بالي منها غير لما انت كترتي الكلام عليها. يا سلام. في ايه يا وليه؟ اطلعي بره، اطلعي بره. ايه الوليه المجنونه دي؟ فضحتنا. انا عمري لا حبيت ولا احب حتى زيك يا كوري، انت حياتي. يو يا راجل، محل ازاز. جود مورنينج مستر مروان، اندرو سبيكينج. يا اي سند يو سام فوتوز اوف دايموند لوكس لايك ذا وان يو هاف. ديد يو لوك ات ات؟ في ايه؟ يا مفيش حاجه. كوري كوري كوري. اوكي بليز تشيك ات اند تيل مي اف يو لايك اني اوف ات، ويل اوردر ات فور يو. اوكي. Listen, please. They are all far from what I needed. Don't look around in tight circle. Search in Italy. Italy have a large and secretive market for rare diamonds. I'm sure you already know. Please, search again, please. Okay, Mr. Marwan. Okay, I'm gonna check again for you. No problem. Thank you. Goodbye. هو في حاجة؟ مفيش. انت ما زهقتيش؟
حزق من ايه يا حبيبي؟ ما هو المطعم حلو اهو والاكل تحفه. لا لا مش قصدي، قصدي اقول لك يعني ما زهقتيش من حياه الاغنيه دي؟ اكل وشرب ومرعى وقله صنعه. ايه بقى عايزين حاجه تكسر الملل ده؟ بص يا حبيبي، طول ما انا معاك عمري لا حزق ولا حمام. اه يا حبيبتي، ما انا كمان. بس ما تيجي نلعب؟ نلعب نعمل ايه يعني؟ مش فاهمه. فاكره هايدي؟ ايوه مالها؟ زمانها دلوقتي محبوسه في مصر، واخده من 10 ل 15 سنه سجن، غير انها ضيعت كل فلوسها وما طلعتش بحاجه يعني. هو في ايه؟ انت ضميرك صحي فجاه ولا ايه؟ لا مستحيل، انا ما فيش ضمير اصلا. ايه رايك تتحبسي ليله في السجن؟ بس مش في السجون المصريه، في سجن 5 نجوم. ايه؟ ايه؟ انا هاخد 1,000,000 يورو وهديكي منه 250,000 يورو. ها موافقه؟ اتحبس واخد 250,000 يورو؟ تيجي ازاي دي؟ مش هقول لك ازاي بقى، ما توافقي. خلاص موافق. يبقى هقول لك ازاي. قولي. بس ده دكتور نادر. يا دكتور نادر، يلا يا حكم صار. انت يا دكتور نادر، يلا يا حكم صار. يا بنتي ده دكتور نادر يا بنتي.